أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دعاء أرفع يعني دعاء إمام حسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم جعلني أخشاك كعوني أراك وأسعدني بالتقويك ولا تشكني بمعصيتك واخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجل. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في الدين مماتني بالجواري واجعل سمعي وبصر الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وآرني في ساري ومعربي وآكرا بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطياتي واقصى شيطاني وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجات العليا في الآخرات والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. رب بما برهتني فأدلت فطرتي. رب بما أنشأتني وأحسنت صورتي. رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عفيتي. رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي. رب بما أحسنت إلهي وفي نفسي عفيتني. رب بما كلاتني ووفقتني. رب بما أنعمت علي فهديتني. رب بما أوليتني ومن كل خير أتيتني. رب بما أطعمتني فسقيتني. رب بما أغنيتني وأكنيتني. رب بما أعنتني وأعززتني. رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائك الدهور والصروف الليالي والأيام. ناجيني من أحوال الدنيا وقربات الآخرة واقفني الشر ما يحمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاقفني وما أحذر فاقني وفي نفسي وديني فرسني وفي سفري فزني وفي أهلي ومالي فخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي ففي نفسي فذللني وفي أعين الناس فأعزمني ومن شر الجن والإنس فسالمني وبالذنوب فلا تفزحني وبالسر يراتي فلا تخزني وبأملي فلا تبتهلني ونعمك فلا تسلبني وإلا غيرك فلا تكلني فلا تأكلني. إلهي إلا من تاكلوني إلا قريب فيقطعوني أم إلا بعيد فيتجهمني أم إلا المستضعفين لي. وأنت ربي وما ليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهوني على ما على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي. سبحانك غير أن عفيتك أوسع لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصالها به أمر الأولين والآخرين أن لا تميتني على غضبك ولا تنزل بسخطك لك العتبة حتى ترزى. قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام المشر الحرم والبيت العتيق الذي أهللته البركات وجعلته للناس أمنا. يمن أفى عن أزيم الذنوب بحلمه. يمن أصباغ النهم بفضله. يمن أعطى الجزيرة بكرامه. يؤدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا غياسي في قربتي يا ولي في نهمتي. يا إلهي وإله أبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين
منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل منزل الكهف يا عين سورة الطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كاف حين تجني المذهب في الساعات وتزيك بي الأرض بروحها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مكير أسرتي ولولا سترك إياه لكنت من المفزوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خاص نفسه بالسمو والرفعة فأولياءه بإذن يتزون يا من جعلت له الملوك نير المازلات أن الأناكهم فهم من ستواته خائفون يعلم خائنات الأي يوني وما تخفي الصدور وغيب ما تهدي به الأزمنات والدهور يمن لا يعلم كيف هو إلا هو يمن لا يعلم ما هو إلا هو يمن لا يعلم يعلمه إلا هو يمن كباس الأرض على المآي وساد الهواء بالسماء يمن له أكرم الأسماء يا ذا المحروف الذي لا ينقطع أبدا يا مكيز الركب لا يوصف في البلد كفر ومخرجه من الجب وجعله بعد الأبوة بودية مالكا يرى أداه على يقوب بعد أنب يازت عينه من الحزن فهو كاظم يكشف الزر والبلوى عن أيوب ممسك يا ذا إبراهيم أن ذبح ابنه بعد كبار سنه وفناء عمره يمان استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدأ فردا وحيدا يمن أخرج يونس من بطن الحوت يمن فلك البحر لبني إسرائيل فأنجاه وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يمن أرسل رياح مباشرة بين يدي رحمته يمن لم يعجل على من أصاب من خلقه يمن استنقذ السحارة من بعد طول الجهود وقد غدوا من في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد هادوا ونادوا وكذبوا رسله يا الله يا الله يا بدو يا بديو يا لا ندى لك يا دائما لا نفاد لك يا هيا نهينا ليه هيا يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسب يا من قال له شكر فلم يحرمني وآزم خطياتي فلم يفزحني ورعاني على المعاصي فلم يشهرني يا من حافظاني في الصغرى يا من رازقاني في الكبار يا من أياديه عندي لا تحصي ونعمه لا تجازي يا من أرزاني بالخير والإحسان وأرزته بالإساءة والإسيان يا من هدني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وأريان فكساني وجائعا فأشبعني وأتشانا فأروني وذليلا فآزني وجاهلا فعرفاني ووحيدا فكاسراني وغائبا فردني وماكلا وموكلا فأغناني ومنتصرا فناصراني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر يمن أكال أسرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر الذنوب وبلغني طالباتي وناصراني على عدوي وإن أعد نعمك ومنانك وكرائم منها مناهك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي لا الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفزلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أتيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي أسلمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أكلت أنت الذي مكنت أنت الذي أززت أنت الذي أنت أنت الذي أزدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عفيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك
شكر وسيبا ابدا، ثم ان يا اله المؤاد تعرف بالذنوب فاغفرها لي. انا الذي اسعت، انا الذي اخطات، انا الذي هممت، انا الذي جاهلت، انا الذي غفلت، انا الذي سهوت، انا الذي تمت، انا الذي تامت، انا الذي وعدت، انا الذي اخلفت، انا الذي ناقصت، انا الذي اكررت، انا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وابوه بالذنوب فاغفرها لي. يمن لا تزوره ذنوب عبادي وهو الغني انت اتهم والموافق، من عامل الصالح منهم بمؤوناته ورحمتي. فلك الحمد الهي والسيدي، الهي امرتني فعصيتك وبنا هيتني فارتكبت ناهيك فاصبحت لاز برات لي فأعتذر ولا ذا قوة فانتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبك كلها أسيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يجروني، ومن الأشاعرة والإخوان أن يؤيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولا تلاو يا مولاي على ما تلات إليه منه إذا ما أنظروني، ولا رفضوني وقاطعوني. فها أن ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خازن ذليل حسير حقير، لا زبراء فأعتذر ولا زكوة فانتصر ولا حجة فأحتاج بها، ولا قائل لم أتار ولم أعمل أمل سوا وما أصل الجهود، ولا وجه حتى يا مولاي ينفعني كيف أني ذلك، وجواهره كلها شاهدات علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عزائم الأمور، وأنك حكم العدل الذي لا تجور، وعدلك مهلك ومن كل عدلك محرابي. فإن تعذبني يا إلهي فبالذنوب بعد حجتك علي، وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرامك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الواجلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم هذا الثناء إليك ماجدا وإخلاصي بذكرك، مواحدا وإقراري بألائك، معددا وإن كنتم موقرا أني لم أحصها لكسراتها وسبوقها وتزاهرها وتقادمها إلا حادث، ما لم تزل تتعهدني بما بهما آها منذ خلقتني وبراتني من أول الأمر، من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفء الأسر وتفريج الكرب، فالعافية في بدن والسلامة في الدين، ولو رافداني على قدر ذكرك نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين، ما قدرت ولهم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم الرحيم، لا تحصي على أوك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافي نعماؤك، فصل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير بر الكثير وترحم الصغير وتعين الكبير، وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير، وأنت العلي الكبير. ويا
مطلق المقبل الأسي يا رازق الطفل السقي يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآل محمد وآتني في هذه الأشياء أفضل ما أتيت وأنا نلت أحد من عبادك من نعمة توليها وألاءت تجاددها وبلية تصرفها وقربة تكشفها ودهوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغامدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عافي وأوسع من من آتي وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرات وروحي ما هما ليس كمثلك مسؤولا ولا سواك محمولا دعواتك فأجبتني وسألتك فآتيتني ورغبت إليك فرحمتني وواثقت بك فنجيتني وفزت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين الأجمعين وطعمم لنا معك وهنئنا أتاك واكتبنا مع اكتبنا لك الشاكرين ولا لآك والذاكرين آمين آمين رب العالمين اللهم يا من مالك فقدر وقدر فقهر وأوصي فستار واستغفر فغفر يا غايات الطالبين الراغبين. ومنتهى أمل الرعاية يا من أحاط بكل شيء علما وواصل مستقلين رأفة وحلما اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الأشياء التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيراتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير سراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين تغمدنا بأفك وأنف إليك فأجاد الأصوات بالصنوف لغات فاجعل لنا اللهم في هذه الأشياء نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور التهدي به ورحمة وتنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين اللهم اقلبنا في هذا الوقت منجهين مفلحين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القانتين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نعوم له من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نعوم له من عطائك قانتين ولا تردن غائبين ولا من بابك مطرودين يا أجواد الأجودين وأكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقنين ولبيتك الحرام أمين قاصدين فآئنا على مناسكنا وأكمل لنا حجنا وعف عنا وعفنا فقد مددنا إليك أيد أيدينا فهي بذلة للاعتراف موصومة اللهم فآتنا في هذه الأشياء ما سألناك وأكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاءك اجزي لنا الخير واجعلنا من اهل الخير اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر وكريم الزخر والدوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا اجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك أتيته وشكرك فزدته وتاب إليك فقابلته وتناصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللهم ناكي
إنما صددنا مقبل انتظر أنا يا غيره يا خير من سئل ويا رحمن من استر حماية من لا يخفى عليه إغماز الجوفون ولا لحظ العيون ولا مس تقرف المكنون ولا من تعود إليه مزمرات القلوب على كل ذلك قد أحصى وإلمك وباسعه علمك سبحانك وتعاليت أما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الأجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم ألما أوصي علي من رزقك الحلال وأعفني في بدني والديني وأمن خوفي باتك ركبتي من النار اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني رآني شرف ساكات الجن والإنس يا أسمى السامعين يا أبصر الناظرين ويا أسر الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادات الميامين وأسألك اللهم حاجتي التي إن أتيت تانيها لم يزرني ما منحتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أتيتني أسألك فكاك ركبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا رب إلهي أن الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أن الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك والسرعة توقع مقادير ركع معنا عبادك العارفين بك عن سكون إلا أتعاب الإياس منك في البلاء إلهي مني ما تليك باللحم ومنك ما يليك بكرامك إلهي فصفت نفسك باللطف ورحفة لي قبل وجود الضعف فتمنحني منهما بعد وجود الضعف إلهي إن ظهرت محاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي إلهي كيف تكلموني وقد تكفلت لي وكيف أزام وأنت الناصر لي أم كيف أخيب وأنت الخفي بمها أن أتوسل إليك بفكري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى إليك أم كيف ترجم بمقالي وهو منك بارز إليك أم كيف تخيب أمالي وهي قد وافدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إلهي مع تافك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع كبيه فعالي فهلي إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي علمت باختلاف الأيسار وتنقلات الأطوار أن مرهدك مني أنت تعرف إلهي في كل شيء حتى لا أجهلك في الشيء إلهي كل ما أخرسني لومي أنت كني كرامك وكل ما آيستني أو صافئات ما أتني منانك إلهي من كان محاسنه مساوية فكيف لا تكون مساويه مساوية ومن كانت حقائقه دعاوية فكيف لا تكون دعاوية فدعاوية إلهي حكمك النافذ ومعاشياتك القاهرة لم يترك لذي ما قال مقالا ولا لذي حال حالا إلهي كم من طاعات بنيتها وحالة شيدتها هدام اعتمادي إلي أدلك بل أكالني منها فضلك إلهي إنك تحلم أني وإن لم تدب طاعات مني فعلا جزما فقد دامت محبة وأزما إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الأم
آمر الهی تراددی فی الاثار یعجب بحد المزار فاجمعنی الیک بخدمت توصلونی الیک کیف یستدال الیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ان یکون لغیرک من ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المستهر لك متى غبت حتى تحتاج إلا دليل يدل عليك ومتي بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك أميت عين لا تراك إليها ركيبا فخاص صفقات عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجيني إليك بكسوة أنوار وهديات الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصونة سر أن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى إليك ومن منك أطلب الوصول إليك وبك أستعدل إليك فهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك كالمخزون وصوني بصدرك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بمسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك لي أن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوف كفني عن مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك أنت صرف أنصرني وإليك التوكل على فلا تأكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنت صرف فلا تبعدني وب بابك أكفي أفلا تطردني إلهي تقدس رزاك أن يكون له إلة منك فكيف يكون له إلة مني إلهي أنت الغني بستك أن يصل إليك نفع منك فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء والقدر يمانين وإن الهوى وسائك الشهوات أسراني فكن أنت النصير لي حتى تنصراني وتباصراني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحب سواك ولم يلجا الا غيرك انت المونس لهم ايس اوحشتهم هم الاولم وانت الذي هديتهم ايس استبانت لهم المعالم ما زواجد وما فقادر فقادك وما الذي فقاد وما فقاد من وجدك لقد خاب من رزي دونك بدالا ولقد خاسر من باغي عنك متحاولا كيف يرجي سواك وانت ما قطعت الاحسان وكيف يطلب من غيرك وانت ما بدلت عاده الامتنان يا من اذاك اهباءها او حلاوه المناصحات فقاموا بين يديه مؤتمر لكن ويا من ألباس أولياءه ما لبس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل التوجه لعابد وأنت الجواد بالعطاء قبل الطالب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرزين إلهي ألبني برحمتك حتى أصلي عليك واجزبني بإيمانك حتى أقبل عليك إلهي أن رجائي لا ينقطع منك وأن أسيتك بكما أن خوفي لا يلوني وأن أطعتك فقد دفعتني الأولم إليك وقد أوقعني علمي بكرامك إليك إلهي كيف أخيب وأنت عملي أم كيف أهان وإليك متقى إلهي كيف
أستعيذ وفي الذلة أركستني أم كيف لا؟ أستعيذ وإليك نسبتني إلهي كيف لا؟ أفتكر وأنت الذي في الفقراء أكرمتني أم كيف أف؟ أفتكر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك عرفت لكل شيء فما جاهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلا يمي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء من اصطحب برحمانية فسار العرش غيبا في ذاته ما هكت الأسار بالإسار وما حوت الأغيار مه هيدات أفلاك الأنواع يما نهت عجاب في سرادقات العرش أن تدركه الأبصار يمن تجلي بكماله بهائه فتحقق أزماته من الاستواء كيف تخفي وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء قدير والحمد لله وحده اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.